فطيرة البطاطس بالخضار والسمك. عندي بطاطس مهروسة وبسلة وجزر وشوية دقيق، وعندي بقدونس وسمك فيليه ورق لورو توم بصل كرات زبدة او زيت، بشر ليمون وكريمة لباني ملح وفلفل بهارات جوز الطيب مع شوية بقدونس للتقديم. هي اكلة حلوة جميلة بس انا مش عارف اعملها ازاي، لكن المخرج بيقول لي انت جاي من بيتكم عشان تقول لي اعملها ازاي، وبدأ يتريق وانتوا عارفينه طبعا، مش عايز اقول اول حرف من اسمه عشان ما حدش يزعل منه، هو عامة اصلح من الصوت، هو معروف عارف اسمه يعني. نقطع بصلاية تقطيعها، لا يا باشا لا بك ما حصلش، لا يا ابراهيم عز اول حرف من اسمه، ابراهيم عز ده اول حرف من اسمه. ماشي يا باشا، لسه انت شفت حاجه لسه، انت جبته لنفسك، انت رايح تجيب فول، ايه اللي دخلك الاستوديو؟ دي بصلايه مع زبدايه، ادي حته زبده ونصلي على الحبيب. نقطعه قطع كبيرة عشان نقدر نختار منه واحنا بناكل كده. ادي احد بداية، وادي كمان بداية، شوية جوز الطيب، شوية حبهان مطحون، وادي شوية ملح، شوية فلفل، وادي البصلة بتاعتي بدأت تصفر اهي. قوم بقى ايه يا سيدي، نعمل كده نقلبها كلها في بعضيها، الله يا بلادنا الله. قوم بقى ايه يا سيدي، نيجي بقى ده بشر البرتقال، ده التوم، مش هقلب دلوقتي، ده الكرات، شغل حلبنتيشي هتلاقي زيه مفيش. بهارات سمك، ودي اخر حبة جوز الطيب. نصلي على الحبيب اهم بسلة جزر مسلوق، ودينا لها كل البهارات والملح والفلفل، وادي شوية كريمة لباني اهو، نخلي شوية دول كده. انا عايزكم تتخيلوا الموقف ده ولا موقف احمد حلمي. المخرج قاعد يضحك عليها جوه هو واصحابه، ربنا رزقني باتنين، واحد اقرع وواحد ازلح. هنا بقى ادي شويه كريمه لباني،
معلش انا بحب انشف الحاجه كده مع بيض مع شويه ملك، وانا لا ملك ايديك. اهو اهو يا صلاة النبي يا صلاة النبي يا صلاة النبي. قوم بقى يا سيدي اهو كده، قوم بقى يا سيدي التردد الجديد 11785، الاستقطاب رأسي، معدل الترميز 27500، معامل تصحيح الخطأ 5 على 6.